خلق تم في الأرض السماء التي تلين مباشرة، وجنتها هي أرض الامتحان وليس جنة الجزاء، والتي كان حاكمها وسيد تلك الأرض الذي جعله الله عليها هو إبليس عزازيل الحارث، أي في الاندماج الجبتي، نفسين خبيثتان في جسد واحد، كما ثبت في الرواية التي قال فيها ابن عباس أن الملائكة وجدت إبليس وهو صغير في الأرض أخذوه إلى السماء، وبعد أن كان من العباد الصالحين جعله الله على السماء الدنيا التي تلينا. بالطبع جاب إبليس الأول وجد إبليس الثاني، إبليس الملائكة الحارث وجد إبليس الجن عزازيل الله أعلم، أو كما قال، فلما رأى عزازيل والحارث وهو الاسم الأول للشيطانان اللذان اندمجا في جسد واحد قبل أن يبل، فلما رأى آدم وحالته الطينية على تكبر ونطق عزازيل لأنه مصنوع مخلوق من نور ونار، أي من الحرارة الشديدة على حد سواء، وحسد إبليس وحسد آدم على المنزلة التي أنزله الله إياها، وهو كما كانت الملائكة كلها كان يرجو حمل شرف الرسالة إلى العالمين، وكان يريد أن يكون هو الخليفة في الأرض، والله أعلم. فلما علم الله آدم الأسماء الواحد بكل اللغات الحية واللهجات المتداولة بين أمم الجن والإنس، حوالي آلاف اللغات علمها الله تعالى لآدم بالفطرة دون تلقين، كان آدم يعرف اسم الشمس بآلاف اللغات من العربية والأردية الصلافية والإنجليزية وهكذا، والله أعلم، والأيام والشهور والألوان والأرقام والأشجار، وقيل أن اللغات كانت 12 لغة فقط، لغة أصلية خرجت منها هذه اللغة العربية، ساهم أطياف أهل السماء كل من لغته، وهم هؤلاء بعدد أبراج السماء شكلوا هذه اللغة التي هي من أحسن اللغات. فعرضهم على الملائكة وسألهم عن كل تلك الأسماء فعجزوا عن معظم الإجابات، مع أنهم كانوا بالمليارات كانوا يملؤون السماوات والأرض، لكن فرد واحد مختار تفوق عليهم، والله أعلم. فصل: أن الملائكة لهم تكنولوجيا لا مادية لتقادمهم في الخليقة وتطورهم العظيم روحيا وماديا، والله أعلم. خلق تم في الأرض السماء التي تلين مباشرة، وجنتها هي أرض الامتحان وليس جنة الجزاء، والتي كان حاكمها وسيد تلك الأرض الذي جعله الله عليها هو إبليس عزازيل الحارث، أي في الاندماج الجبتي.